صعبه جدا جدا جدا. هنتكلم عن هذه المباراه وعن امور اخرى كثيره، ولكن خلينا نروح لاخبارنا، اخبار الاهلي في المونديال. النهارده هيكون معانا زميلتنا روزان نصر اللي هتكون هتقرا لنا كل الاخبار وكل حاجه خاصه بالنادي الاهلي في المونديال. ازيك يا روزان؟ برحب بيك كابتن اسلام، برحب بيك كابتن هاني، وبرحب طبعا كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. سعيده طبعا بالتواجد في برنامج الاهلي في المونديال للموسم الثاني على التوالي، وسعيده اكتر بمشاركه النادي الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي وللمره التاسعه في تاريخه، وسعيده اكتر بقى واكتر طبعا بعد فوزنا بالامس على اتحاد جده السعودي في مباراه يعني اكثر من رائعه. خليني قبل اكيد ما اتطرق للاخبار اللي معايا النهارده اسالكم كده، يعني شفت مباراة الأمس إزاي؟ أنا شايفها مباراة تليق باسم النادي الأهلي، مباراة رائعة بكل المقاييس من الناحية الدفاعية، وسط الملعب رائع، هجوميا تقريبا 70-80% من الفرص اللي رحت بيها جبت بيها جون، وبالتالي أنت عملت كل حاجة صح امبارح، لدرجة إن احنا لما نيجي نختار أفضل لاعب في هذه المباراة من النادي الأهلي مش عارفين نختار مين، وبالتالي احنا عملنا مباراة جيدة جدا، كولر عمل مباراة جيدة جدا، استطاع النادي الأهلي أن يفوز ويصعد للمباراة اللي بعدها. أنا بتفق معاك يا إسلام، روزاني امبارح النادي الأهلي قدم مباراة مثالية، في وجهة نظري مباراة مثالية، كان كل الأجواء اللي كانت قبل المباراة النادي الأهلي يحولها ولعيبة النادي الأهلي يحولوها لشيء إيجابي، والدور العظيم اللي قام بيه الجماهير في الملعب، الدور الاكثر من رائع للاداره الفنيه، اللاعبين تركيز على اعلى مستوى واصرار على اعلى مستوى، انا في اعتقادي من افضل مباريات النادي الاهلي الموسم دوت، وان شاء الله نبني على ده، وده المنتظر باذن الله يوم الاثنين ان شاء الله. المهم ان اللي جاي يكمل بهذا بالظبط، ده المهم، يعني مش خلاص احنا عملنا الماتش ده، زي ما بنقول دايما ان الماتش ده اصبح في الماضي، هتقول لي يا عم ده لسه، ايوه ما هو خلاص ماضي على فكره. وانا بتكلم يعني كمان يا اسلام، لو سالت اي حد من البعثه عايزين نروح لغايه فين، احنا عايزين نوصل للمباراه النهائيه لان دي الحته، احنا خدنا برونزيه 3 مرات، فان شاء الله التارجت بتاعك كل سنه بيعلى، فان شاء الله يعني نحقق الهدف الاكبر للوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. ايه الاخبار النهارده بقى؟ معانا طبعا اخبار كتير جدا بي. والحديث اكتر عن طبعا مباراه فلومينينسي، واكيد هنبدا بقى حرص الجهاز الفني للمارد الاحمر بقياده مارسيل كولر على طي تماما صفحه مباراه الاهلي واتحاد جده السعودي اللي حقق طبعا فيها الفوز بثلاثيه وبلوغه نصف نهائي مونديال الانديه، وبدا الجهاز الفني للاهلي في دراسه فلومينينسي البرازيلي وتحديد نقاط القوه والضعف في طبعا منافسه قبل مواجهة الفريقين يوم الاثنين المقبل. وخاض الفريق النهاردة ميرانو الأول عقب مباراة اتحاد جدة، وبدأ الميران الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت جدة، 6 بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وطبعا الاهلي بيبدا استعداداته لمواجهه فلومينينسي البرازيلي بدون راحه في اطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لخوض المباراه المهمه في نصف نهائي مونديال الانديه. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي انهى ميرانو الجماعي مساء اليوم السبت والذي اقيم على ملعب التدريب 3 بمدينه الملك عبدالله الرياضيه استعدادا لمواجهه فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه 2023 والمقامه حاليا بالمملكه العربيه السعوديه. في بدايه الميران حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعبين من اجل طبعا الحديث عن بعض الجوانب الخططيه والتكتيكيه التي طبعا ينوي تطبيقها خلال المباراه المقبله. خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنيه استمرت لنصف ساعه تحت اشراف اندرياس اندويا مخطط الاحمال، فيما ادى رباعي حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفرده تحت اشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. كمان قبل التدريب مستر مارسيل كولر عقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي اتكلم فيها عن المباراة المقبلة للفريق والمهمة طبعا أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية. ويعني كولر كمان اتكلم في البداية على ضرورة غلق صفحة اتحاد جدة والاستعداد بكل قوة لمواجهة فلومينينسي اللي طبعا وصفوا بالفريق القوي واللي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز. أيضا مستر كولر حرص على شرح بعض نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البرازيلي وبعض الأخطاء اللي وقع فيها طبعا الفريق أمام اتحاد جدة من أجل تلافيها في المباراة المقبلة تماما.
ألقى الموقع الرسمي للنادي الأهلي الضوء على إنجاز نجم الفريق علي معلول اللي نجح في التسجيل من ركلتي جزاء في نسختين مختلفتين في كأس العالم للأندية، حيث سجل في نسخة 2022 في شباك ريال مدريد وسجل في نسخة 2023 بمرمى الاتحاد السعودي. كمان الموقع الرسمي اتكلم عن دخول كابتن محمد شناوي تاريخ بطولات كأس العالم بعد فرض كابتن الأهلي نفسه في التاريخ المونديالي من خلال التصدي لركلتين جزاء في نسختين مختلفتين في البطولة. كان التصدي طبعا الأول للحارس الدولي وكابتن الفريق أمام لوكا مودريتش 2022 في مباراة الأهلي وريال مدريد، والتصدي الثاني أكيد شفناه أمام كريم بنزيما بالأمس مع اتحاد جدة في النسخة الحالية 2023. جاء أيضا نادي فلومينينسي البرازيلي الدعوة لجماهيره لشراء تذاكر المواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي فلومينينسي البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي تنبيه سيتم افتتاح حجز التذاكر غدا، وقد وصلت تذاكر يوم 18 فلومينينسي بمواجهة الأهلي إلى المرحلة النهائية بالفعل. يعني خليني برضو أقف هنا شوية يعني واتكلم معاكم أكتر كمان عن توقعاتكم طبعا لمباراة بقى فلومينينسي، يعني أكيد شاهدنا مباراة قوية أمام اتحاد جدة، توقعاتكم بقى للمباراة المقبلة. أنا في اعتقادي هتبقى المباراة الأصعب الحقيقة، يعني المباراة الأصعب ليه؟ لأن المباراة يمكن بطل كوب أمريكا بيلعب أول مرة في نسخة كأس العالم، يعني الدوري انتهى عنده لعيبة مميزة جدا في جميع الخطوط، ودايما أكيد دلوقتي طموحات جماهير النادي الأهلي خلاص عليت للمباراة النهائية، وبالتالي إنك تفوز على الاتحاد 3-0 ده بيديك مسؤولية أكبر، الناس وكلنا عايزين نشوف نفس الأداء ونفس الروح ونفس الإصرار ونفس النتيجة إن أمكن أمام فريق أنا في اعتقادي هيكون المباراة الأصعب في كأس العالم، ويعني هنتكلم بالتفصيل فنيا عليه، لكن هي مباراه صعبه مش مباراه سهله نهائي، وزي ما بقول دايما الفوز الكبير على فريق كبير زي نادي الاتحاد بيضع مسؤوليه وبيضع ضغوط اكبر على اللعيبه في المباراه اللي جايه. اكيد انا الماتش شايفه ماتش صعب جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني ناس كثيره النهارده بتكلمني عن ان هذه المباراه الناس عندهم اللعيبه معظمها سنها كبير ومش عارف ايه، لكن انا بشوف اللعيب اللي سنه كبير بيدي كويس جدا جدا في الملعب، الفرقه نفسها كابتن هاني الفرقه كويسه، انا اتفرجت عليها فرقه كويسه جدا جدا جدا، انا بس بحذر من دلوقتي علشان يا جماعه احنا مش رايحين نلعب ماتش نزهه، انا بس عشان انا حاسس كده من الكلام يعني عموما من بره من الشارع. لا لا انا اعتقد المعسكر النادي الاهلي قافل على نفسه بشكل كويس قوي، لكن هو بيتكلم جماهيريا. لا جماهيريا يعني انا بقابل ناس كتير وهم خلاص بيتكلموا على المباراه النهائيه، يعني هم بيتكلموا لا خلاص انت يعني ده كانت عنق الزجاجه بالنسبه للاتحاد، لكن المباراه اللي جايه انا في اعتقادي هتكون مباراه اصعب كتير جدا من مباراه الاتحاد. طيب كملي يا روزان بقيه الاخبار اللي معاكي. هنكمل اخبارنا. قدم الارجنتيني نيكولاس مدرب فريق اولمبيك ليون المكسيكي من مهمته التدريبيه بعد الخساره بهدف دون رد امام اوروارد يعني والفشل في بلوغ الدور نصف النهائي من كاس العالم للانديه، ونشر النادي المكسيكي بيانا وجه فيه الشكر للمدرب الارجنتيني وعلق قائلا نقدم الشكر لنيكولاس وجهازه الفني على ما قدموه لنا وتتويجنا ابطالا لدوري ابطال الكونكاكاف لن ننسى ذلك. اهتمت ايضا الصحف البرازيليه بالمواجهه منتظره طبعا ما بين الاهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، وعنونت صحيفه جازيتا سبورتيفا بنزيما يهدر ركله جزاء والاهلي يسجل 3 في الاتحاد ويواجه فلومينينسي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. كمان اهتمت صحيفة يول البرازيلية بفوز الأهلي على اتحاد جدة قائلة الأهلي نجح في التغلب على الاتحاد وضرب موعدا ناريا مع فلومينينسي. كما رصدت الصحيفة تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية، وأشادت الصحيفة البرازيلية بأداء محمد شناوي حارس الأهلي وتحديدا في التصدي لركلة الجزاء أمام كريم بنزيما وكذلك حسين الشحات صاحب طبعا الهدف الثاني، مؤكدة أن هذا الثنائي أحد كوادر منتخب مصر الأول لكرة القدم.
أما صحيفة جلوبو البرازيلية فقد حذرت فريق فلومينينسي بطل كوبا أمريكا من مواجهة الأهلي، مؤكدة طبعا أنها ستكون مباراة قوية للغاية لكونها تأتي أمام أكبر نادي في إفريقيا. وأضافت الصحيفة الأهلي المصري يعد الأكثر شعبية والأكثر نجاحا والأكثر قاعدة جماهيرية، كما أن اللعيبة لم يشعروا طبعا بالقلق من الأسماء الكبيرة في صفوف اتحاد جدة مثل طبعا الفرنسيين كريم بنزيما وكان والبرازيلي فابينيو. وأثبت بطل مصر قدرته طبعا الكبيرة على المنافسة. أكيد يعني يا كابتن شيء يدعو بالفخر، أكيد أنه يعني الصحف البرازيلية كمان بتتكلم عن عالمية النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي الكبير أمام اتحاد جدة، يعني شيء حقيقي يدعو بالفخر. ما فيش شك طبعا كل الصحف العالمية على يعني على كل العناوين الكبيرة، النادي الأهلي أصبح نادي عالمي ما فيش شك، وده اللي قلناه كابتن إسلام خلاص لما بنتكلم النادي الأهلي نادي عالمي ده دي حقيقة مش احنا اللي بنقولها، كل الصحف العالمية والخبراء والمحللين بيتكلموا ان النادي الأهلي في مصاف الأندية العالمية حقيقي. ونتمنى يا رب ان احنا نكمل مشوارنا بهذا الشكل وبهذا الأداء، لأنه أهم حاجة في الدنيا هي سعادة الجمهور. هنتكلم عن هذا الأمر كثيرا، ولكن نشكر زميلتنا روزان نصر على كل هذه الأخبار اللي معايا طبعا الأخبار. أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي أكيد في المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتمنى أكيد يعني حالفه الحظ كمان ونفوز بالمباراة القادمة بإذن الله. وبشكركم وسعيدة طبعا بالتواجد معاكم النهاردة في الفقرة الإخبارية. شكرا ليكي زميلتنا روزان، وسعداء جدا بوجودها معانا. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الجمهور هو الأساس في كل شيء، أحلى حاجة في الدنيا بيني وبينكم بقى بعيدا عن كل الكلام اللي احنا هو فرحة حضراتكم، فرحة الجمهور سواء في السعودية أو هنا في القاهرة. وامبارح بعد المباراة نزلت وقعدت ألف يا كابتن هاني قد إيه فرحة الجمهور حلوة، قد إيه يعني أحلى حاجة في الدنيا هي فرحة الجمهور. ده أكيد سعداء الجماهير، يعني خلي بالك هي العامل الأساسي، يعني هي العامل الأساسي.